أحلى مساء لأحلى مستمعين، تقبل الله أعمالكم وأحبتنا ومتابعينا، وتقبل الله صيامكم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم كل التوفيق والحب والاحترام. أتمنى إن شاء الله اليوم تبقون متابعين ويانا وحلقة جديدة من برنامج كل شيء وكلاشي. اليوم مكانه في مدينة ألعاب الأندلس الترفيهية. راح فاصل نرجع لكم، كونوا ويانا. جوائز برنامج كل شيء وكل شيء مقدمة من مركز أبو حسن لتجارة الحاسبات والأجهزة المكتبية العشار، ساحة مول بروم مقابل مركز شرطة العشار ومحلات الغدير، تجارة الألبسة المستوردة العشار، سوق البنات مقابل التجهيزات العسكرية وقرطاسية إلاف للمستلزمات المدرسية المتنوعة العشار مقابل الأسواق المركزية ومدينة ألعاب البصرة لاند تقدم لنا جائزة، وأيضا مدينة ألعاب الأندلس تقدم لنا جائزة، وعطور الإخلاص لتجارة العطور العشار شارع الكويت بداية شارع المطاعم. كونوا متابعين يعني. وكل شيء وكل حياكم الله أحبتنا، رمضانكم كريم مرة ثانية. عندنا هنا عائلة بصرية جالسين يتمتعون بوقتهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله غاتي، أهلا وسهلا بذاعة الفرات العزيزة علينا والسباقة بهاي البرامج الطيبة. الله يبارك فيك وطيب خاطرك. احنا برنامج كل شيء وكلاشي، وقبل كل شيء طبعا رمضانكم كريم ان شاء الله. علينا وعليكم اجمعين وعلى امه محمد وعلى الشعب العراقي بصوره عامه ان شاء الله. الله يبارك فيك. شلون شهر الصيام وياكم؟ والله شهر الصيام اكيد حلو، بس تعرف انت الجو حار والكهرباء، يعني هذا فد مساله عقيمه بالنسبه صارت للشعب البصري. أيوة. وهذه الحراره يعني تعرف الحراره مرتفعه جدا، واحنا نحاول يعني قدر الامكان انه نشوف بدائل اخرى مثل نرفع عن نفسنا، نطلع هذه المتنزهات، نحاول يعني بنكات شحن مثل ما يقولون. ان شاء الله. احنا والله شفنا انه ماكو بنكات شحن، جاي اجيب لك، بس انت ظاهر مشتري. اكيد اكيد مشتري بنكات شحن. الله يحفظك. عندنا طبعا ثلاث اسئله، اذا جاوبت عليهم ثلاثتهم راح تاخذ هاي الجوائز، اكثر من جائزه ان شاء الله. السؤال يقول: هنالك شيء يشبه نصفه الاخر، فما هو؟ شيء او يشبه نصف القمر، عفوا. شيء يشبه نصف القمر؟ بلي. يعني شيء يشبه نصف القمر، والله هذا يعني سؤال شوي. انا والعالم ما تعرفون؟ وانت السبع شو اسمك؟ عباس. عباس الورده. ها منا تفكير فشي قريب انت منها؟ حليت انا وما ادري بروحي. هو نصف الاخر يعني. طبعا قلت لك حليته وما ادري. نصف الاخر. يلا هسه عبرنا سؤال اول. سؤال الثاني: ما هو الشيء الذي يرتفع عند نزول المطر؟ شنو هذا الشيء الذي يرتفع عند نزول المطر؟ مجرد ان تنزل المطر هو ارتفع، شنو هذا؟ مجرد ان نزول المطر يرتفع؟ بلي. يعني اكيد الماء هو يرتفع يعني مجرد النزول. لا 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 بعد. هي ردة فعل الماء، القطرة يعني تضرب بالارض وترتفع ام لا؟ لا شلون؟ ما ادري العائله ما تعرفون اختي. وانت عبوسي؟ عبوسي مستمع مو؟ اي اكيد مستمع. الله يحفظك. والله شوي راد للتفكير وخاف يعني وقتكم يستغرق يعني. واكيد يعني ايش قد تفكير حكي بينا نص ساعه تقريبا. لا مو نص ساعه. تعرف الوقت ثمين يعني بالنسبه لكم كاذاعه طيبه علينا. احنا طبعا سعداء بجلستنا وياكم، فرحين انه نشوف هذه الوجوه الطيبه. ان شاء الله اتمنى انه الله سبحانه وتعالى يتقبل اعمالكم ويزيل غمه الكهرباء وهمها. والله هاي يعني ما اعرف شلون يعني ندعي لها ما ندعي لها، ما اعرف شلون يعني صارت بالنسبه واقع حال. مثل ما واحد يعني واحد نظر عينه يقدر يتخلى عن نظر عينه، صارت بهالصوره هاي الكهرباء. الله المفرج ان شاء الله. اتمنى لكم الخير، رمضانكم كريم مره ثانيه. جزيلا استاذنا العزيز، واشكركم على اذاعتكم هاي القيمه، واشكرك. شكرا جزيلا، والله يحفظكم. شكرا شكرا شكرا. باقيين وياكم متابعينا، وايضا هنا الاخوات جالسين، رمضانكم كريم. علينا وعليك ان شاء الله. شلون شهر الصيام وياكم؟ خلينا نسولف وياكم قبل لا نبدا بالمسابقه. الحمد لله نعمه. الله ينعم عليكم جميعا ان شاء الله، ونتمنى لكم اوقات سعيده. السؤال الاول يقول: طبعا احنا اذاعه الفرات برنامج كل شيء وكلاش. السؤال الاول يقول: هنالك شيء يشبه نصف القمر، فما هو؟ هلال. الهلال. الهلال؟ لا بعد شوي ركزي. يشبه نصف القمر. كسوف.
شلون؟ لا الغيوم؟ الغيوم؟ لا شبه نصف القمر ليش هيك؟ شلون؟ لا هسه احنا الحل تريدون الحل؟ قريب هو موجود بالسؤال نفسه الحل نصف القمر شنو شبهه؟ قمر قمر كبرى؟ لو نصه ثاني نصه ثاني ها؟ نصفه الثاني تمام؟ منو حله؟ أنا هذا حليته زين السؤال الثاني ركزي السؤال الثاني يقول ما هو الشيء الذي يرتفع عند نزول المطر؟ المي لا ثلج شلون؟ ثلج لا عند نزول المطر ليش هيك حنتوشي؟ شو اسمك انت؟ فلت منتظر؟ اي شيء يرتفع بمجرد نزول المطر ورق مال شجر لا ورق شجر لحظتها بعد ركزي شيء يرتفع اول ما تمطر يرتفع برد لا برد لا البحر لا لا البحر لا هو البحر مدري العدل من سائل يعني البحر ولا البحر لا خيارات يعني تقريب هم هو شيء نعرف مبين نفسه تذكرينه يعني شلون يا الله ها اسمك انت فطوم الوردة الله يحفظكم ان شاء الله وانتي زهرة زهورة هاي زهورة شو ما تحكي زهورة ما منزلش نغمات زهرة ها شيء يرتفع بمجرد نزول المطر لا 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 مو الأشجار شيء يرتفع بمجرد نزول الأمطار هو بالأرض لا ايه اه والله تراب هو الماي شلون تراب تراب مال كحله مال شنو ده مال صداع لا ها ما تعرفون منها ما فكرتوا بعد لا ها ما ذكرتي رمضانكم كريم ان شاء الله ربي يعودكم اتمنى لكم الخير ان شاء الله ونشوفكم بخير غير تحلين سؤال ثاني شلون نعبر للثالث شكرا جزيلا مره ثانيه وايضا نبقى مع عائله بصريه وايضا عندهم عيد ميلاد فطومه شلونك فطومه زينه رمضان كريم ان شاء الله زينه الله يخليك زينه كله ماكو غير ما بنزيل النغمات شلونك حبيبي الله يحفظكم الله يديك رمضانكم كريم ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق رحم الله يديك احنا اذاعه الفرات برنامج كل شو كلاشي عندنا ثلاث اسئله اذا جاوبون عليهم تسلسلا تاخذون جوائز قيمه اتفضل السؤال الاول يقول اتمنى ان تركزون يا انت والعائله الكريمه هنالك شيء يشبه نصف القمر فما هو لا ما اعرف باقين فطومة شو تقولين ها صحيح شلون هو القمر شنو يشبه نصف القمر شنو يشبه الهلال على كيفك زين القمر باعوا له هسه ايش قلت ثلاث ارباع شنو يشبه نصف القمر الشمس القمر اذا قسمته نصين اكو نص يشبه النص شنو هلال يا بنصفه الاخر اللي حلانه يشبه القمر نصف القمر شنو النصف الثاني تمام ما اعرف هسه عرفت انا حليت مكانك يا با نصف القمر الاخر تمام زين هسه هذا راح فدولك السؤال الثاني هذا شويه راد له تركيز ما هو الشيء الذي يرتفع عند نزول المطر لا نزول المطر شيء يرتفع عند نزول الامطار شنو هو شلون؟ علي صوت الغي؟ هم لا قريب بعد ما اعرف ها ما اعرف فطومة شلونك؟ شلون جاي تاكلين؟ شامية اي 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 يلا لا لا ركزوا شيء يرتفع عند نزول الأمطار شنو هو
شلون؟ خلينا نقرب يوم الحجية. شلون؟ البحر ولا البحر بعد بعد يا الله. الجزر المد لو الجزر هم لا ولا 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 شيء مادي. بلي شلون؟ شنو؟ يراد لها ترجمة. شلون؟ الغيم. شكرا فطومة زحمناش. اي وانت شو تقول؟ شو اقول؟ كل شيء ما اقول. اخ يابا هسه منها اجابة فتشي. رمضانكم كريم مرة ثانية، وطبعا الف مبروك عيد ميلاد فطومة، ان شاء الله يا رب العمر كله، ولكم ايضا تحياتنا. شكرا جزيلا. عودة عليكم، الله يخليك يا هلا بي. ربي يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. تحية طيبة، رجعنا وياكم أيضا، عندنا عائلة بصرية. رمضان كريم. رمضان الملك. شلونكم؟ زين. شلون الأحوال؟ يا مرحبا بك أستاذ. شلون شهر رمضان وياكم؟ والله الحمد لله بشهر البركة والخير، والحمد لله والشكر. الله يبارك بأعماركم إن شاء الله. إحنا طبعا إذاعة الفرات برنامج كل شيء وكلاشي، إذا جاوبتوا على أسئلتنا ثلاث أسئلة، إذا حليتوا سؤال الأول ننتقل للثاني، وكذلك إذا حلينا الثاني ننتقل للأخير، وإذا جاوبتوا تأخذون الجوائز إن شاء الله. السؤال الأول يقول: هنالك شيء يشبه نصف القمر، فما هو؟ شيء يشبه نصف القمر، شنو؟ ضوء القمر وتعرفون. ها والله يشبه نصف القمر، شنو؟ لا لا لا, لا. نصف القمر شنو يشبه؟ عفوا نصف القمر يعني شهر 15. لا 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 مو خلص بكمل القمر. لا النصف الثاني يشبه نصف القمر، هذا أنا ساعدتكم به. السؤال الثاني يقول: ما هو الشيء الذي يرتفع عند نزول المطر؟ شيء أول ما ينزل المطر هو يرتفع. الأنهر يعني الماء يعني. لا الحرارة. شون الحرارة أم لا؟ لا شون أول ما ينزل المطر شيء أول ما ينزل المطر يرتفع. الماء يعني الأنهر. لا ولا الأنهر ولا الماء ولا العلاقة بالماء. الأسئلة صعبة يعني. لا مو صعبة إن شاء الله، هو مبين يعني أول ما تمطر يرتفع. هي تنخفض الحرارة مو ترتفع. بعد يلا غير الحرارة. شلون؟ شمسية. شمسية إجابة صح. شنو هسه؟ شمسية إجابة صح. أدري. سؤال الأخير، السؤال يقول: ما الشيء الذي إذا ملكته تستطيع أن توزعه، وإذا وزعته لم تستطيع إرجاعه؟ عفوا خيارات تنحل. شيء تستطيع أن توزعه وإذا وزعته لم تستطيع إرجاعه. هذا الأخير بعد هو الجائزة. النقود. لا لا شلون تقدر تأخذ؟ ها ما تعرف؟ ها ما حد يعرف؟ وانتي سباعية ما تعرفين؟ وانت ولا يما الحكي مو بعده ما يحكي. اي وانت شنو اسمك؟ ما اعرف اسمك. سباعي. ها هذا اخر واحد بعد ما علي انا هو جائزه. هذا زعت وين تستطيع ارجع؟ ها هذا بعد ما بي مساعده سامحني. شيء تقدر انت بامكانك من كان عندك تقدر توزعه، بس اذا وزعته بعد ما تقدر ترجعه. اكو غير ماده يعني. شلون اكو غير ماده يعني؟ غير ماده يعني شيء ينشرب ولا ينشرب. كل شيء يجوز يمكن توزعه بس ما يقدر. لا لا يعني اكو شيء هسه انطيك اياه واقول لك يا بجيبه اخذك من اخذه من عندك، بس اكو شيء ما اقدر بعد بس اوزع بعد ما اقدر اخذه. اللسان. ها شلون اللسان يعني من كلام؟ كلام لا قريب للكلام. لا وين مسال؟ ها اسف
احنا اسفين. رمضانكم كريم، نتمنى لكم ان شاء الله حظ وافر، سلمنا عليكم واستمتعنا بالحديث وياكم. رمضان كريم مره ثانيه. يا مرحبا بك حبيبي. شكرا لكم. احبتنا ما عرفوا للاسف وصلوا الى نهايه التقريب المطاف، لكن ما حالفهم الحظ حتى يفوزون. كونوا متابعين ويانا. أحبتنا المستمعين، جوائز برنامج كشف كلاشي مقدمة من مركز أبو حسن لتجارة الحاسبات والأجهزة المكتبية العشار، ساحة المدبرون مقابل مركز شرطة العشار، ومحلات الغدير لتجارة الألبسة المستوردة، عشار سوق البنات مقابل التجهيزات العسكرية، وأيضا قرطاسية إيلاف المستلزمات المدرسية المتنوعة العشار مقابل الأسواق المركزية، ومدينة ألعاب البصر لاند ومدينة ألعاب الأندلس، وعطور الإخلاص لتجارة العطور العشر شارع الكويت بداية شارع المطاعم. أتمنى إن شاء الله حظ وافر لكم وإن شاء الله تفوزون يانا بحلقتنا لهذا اليوم. كونوا وأنتم تفوزون طبعا، المستمعين أو المشاهدين أو شي سموهم مواطنين يفوزون يانا وقم تابعين. ما زلنا وياكم وأيضا بعدنا بمدينة ألعاب الأندلس، معانا عائلة بصرية. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. شلون الوضع، شلون الأحوال؟ الحمد لله نشكر الله. شلون الصيام، متعب؟ لا زين الحمد لله. العطش شلون؟ والله العطش عطش، والحر حر البصرة بعد تدل بيته. نحمد الله ونشكره. والكهرباء هم زينة مو؟ والله الكهرباء زينة الحمد لله وشكر، مهما يكون. ايش قد تجعدكم؟ والله تلافة بتلافة يعني. ها زين، يعني الثلاثة اللي تجيكم ما يقطعوا من عندها؟ لا لا تجي كاملة؟ لا ما تجي كاملة، هم يقطعوا منها؟ يقطعون من عندها، هاي بعد شعتي عادي. لا حول ولا قوه الا بالله. الله من شكرا الحمد لله. احنا اذاعه الفرات برنامج كل شيء وكلاشي، اذا جاوبتوا راح تاخذون مجموعه الجوائز اللي جايبيها ويانا ان شاء الله. السؤال الاول يقول: هنالك شيء يشبه نصف القمر، فما هو؟ شيء يشبه نصف القمر، شيء يشبه نصف القمر، شيء يشبه نصف القمر، شيء يشبه نصف القمر، اصفا على القمر. شيء يشبه نصف القمر، شيء يشبه نصف القمر. شنو يشبه نصف القمر؟ شلون؟ بدر. البدر؟ لا هم ركزي بسمع. كرة الأرضية؟ لا 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 لا، هو واضح من السؤال باوع للقمر. شنو يشبه النص ماله؟ ما أعرف. جبن. شلون؟ جبن. جوعان؟ تحب الجبن؟ صدق؟ يا با اذا فاز اشتري له جبن، ايش قد تريد؟ اي ما اعرف والله. لا نصف القمر زين، راح اشر لك بيدي، هذا مو القمر مدور. النص هذا يشبه من؟ يشبه النصف الثاني. هيك قل لي من البدايه. اي يشبه نصفه الثاني نصفه الاخر. زين السؤال الثاني يقول: ما هو الشيء الذي يرتفع عند نزول الامطار او المطر؟ يرتفع مجرد نزول الرطوبة. الرطوبة؟ لا يرتفع عند سقوط المطر. اي عند نزول المطر. عند نزول المطر. اسمك حيدر؟ اي. شنو قلتي؟ ها؟ شنو ينزل؟ طيارة. طيارة؟ اي. ليش هيك حسين؟ ما ادري حيدر شو اسمك انت؟ حيدر. حيدر. حيدر ليش ما ترفض حرف الراء؟ زين وين سنونك؟ طاحن. اخ وين طاحن؟ ها؟ خاف نسيت عن المغسله. لا اي بلي المي. لا بعد بعد بعد، اول ما يمطر ثلج. يا محمد وين قاعدين؟ قطب الشمالي. شلون بخار هم ماتي؟ لا لا اي هو لو هاوية عاصفة النوب وبعدين المطر. لا عاصفة. هاي درجة راح. ما أعرف. حاول فتشي فكر. ينزل مطر يرتفع في البرودة. الغيوم لا هماتي لا. ما أعرف. مساعدة شوية. يا بل نلزمها بيدي أنا. بعد ما أحكي كلمة واحدة بعد ما أحكي كلمة واحدة. حلو بنلزم بيدينا؟ لا. عند نزول المطر يرتفع. الهواء يرتفع. شمسية. مو جاي تصيح لك، مو جاي تصيح لك. شمسية. إي. أول ما ينزل المطر ترفعها الشمسية مو حستوني حليتها يا مو.
هسه هذا إجابة صح. وصلنا الأخير سؤال أتمنى تعرفوه هذا لأن بقى بينا وبين جائزة بس هذا السؤال. السؤال يقول ما الشيء الذي إذا ملكته تستطيع أن توزعه وإذا وزعته لم تستطيع أرجع. ايش يا حسين؟ شيء اذا كان عندي ما اقدر ما انطي لاحد مثلا ما حد يقدر ياخذه لكن بس انطي بعد ما اقدر ارجعه. الفلوس. شلون؟ الفلوس. لا شلون؟ الرزق مال البشر من يستطيع ياخذه بعدين ما ينطي لحد بيد الله سبحانه وتعالى. لا 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 ما له علاقه. الصحه. الصحه تنزل اماتي. لا كله بيد رب العالمين. الروح. شلون؟ الروح. لا زين ليش اطيها الروح؟ لا 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 اماتي. لا اذا ملكتي ما تنطينه واذا راح من عندك اذا ملكتي اماتي. لا ما شيء الذي اذا ملكته تستطيع انت بكيفك تقدر توزعه بس اذا اي يمت ما وزعته بعد ما تقدر ترجع. شلون تكليت انت؟ شو كله بلا كل السولف؟ شنو موضوعك مماكل؟ ها الهدية؟ لا 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 ها حجي يلا يا معودة منا منا والأخت ما أنت سمعت؟ لا مو أخذة أكله يلا عم عم أي لا 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 حجي يا بابي يمل أكيد يعني سلعة مثلا؟ شون؟ مثل سلعة واحد مثل مو سلعة. مو سلعة. اي. يعني. ما اقدر احكي. غير النساء. هو اخر سؤال هذا شلون غيره؟ هذا اخر سؤال. هم لا. لا. ها؟ منا فتشي. ولا سلعة ولا يم السلعة. اسم ليش؟ اسم ليش؟ شلون الاسم؟ شلون والله وضع لي هو احنا مثل يعني مثل شلون الاسم انه ما نقدر مثل نطي مثلا صيحون مثلا باسمنا نطي بس ما نقدر مثل واحد ياخذ لا لا وباقي اسمي هو يعني هو راح يصيح لي محمد مثلا يصير هو اسمه محمد ما له علاقه. لا ما يتوزع مثلا. لا يتوزع شلون؟ ليش؟ وإذا عرفوا مثلا اسمي شنو راح اضر؟ خلي يعرفون اسمي بس هو راح يروح اسمي طبيعي يعني يبقى اسمي انا هذا فعلا يعني بعد ما نقدر شيء ايه بزر بعد ما نقدر شلون يعني البزر مثل الطفل ليش بس ما تصير احد بس يعني لا اذا انطيته بعد ما يرجعوا لك ما يرجعون ليش بيرجعوا ما بيها مساعده والله احنا ساعدنا الاول والثاني حاولنا نساعدكم ساعده مثل هاي مال اللي صاير مال مو قلت لكم شيء مو مادي شيء مو مادي والله ما اعرف ها اخر جواب ماكو ها شيء طولنا يا ما نقدر نرجع لهم شنو ها جبن ها جبن لا جيبن مثلا قدرات شنو نطيهم بعد ما يرجعون يابا مو قلت لكم حيقدر يسولف كله بالاكل ايش بيه شنو حارمي انتم تو عصايه وجبانه او شو اسمه الله يساعدكم عليا كاسحه ولا مي يابا مو يمكم هسه السالفه طولنا لا شيء مو مادي مو مادي الهدية قالوها لا هدية تنطيها بس بعد ما ترجع لك هي لا هدية بعد لا مو شيء مادي جاي أقول شيء معنوي شيء معنوي سلاح معنوي من جبيتنا يلا ما خليت شيء بعد يابا إن شاء الله أتبلغكم الخير رمضانكم كريم مرة ثانية عليكم ورحمة الله وعديكم ونسولهم بيكم الله يعودكم إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا مع السلامة الله يحفظكم شكرا
ويبقى تواصل وياكم، ونبقى ايضا معانا هنا صديقنا طبعا كان جالس في عائلته، خذينا من العائله. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم علينا وعليكم. احنا ذات الفرات عندنا ثلاثة اسئله، اذا جاوبت عليهم ثلاثتهم تاخذ جائزه، ومو جائزه، مجموعه جوائز. حياك الله. الله يبارك فيك. السؤال يقول هنالك شيء يشبه نصف القمر، فما هو؟ شيء يشبه، شيء يشبه نصف القمر. الموزه. لا لا ركز شوي. زين بس بوع لي القمر. هسه القمر اذا قصيناه بالنص، نعم، النصف الاول شنو يشبه؟ النصف اماتي لا القمر قصيناه بالنص، اي النصف الاول يشبه من نفس الثاني، يشبه الثاني، اذا النصف هو الاخر. تمام. هذا الاول. السؤال الثاني يقول، السؤال الثاني يا صديقي العزيز، ما هو الشيء الذي يرتفع عند نزول المطر؟ الشيء يرتفع بلي عند نزول المطر، اول ما تمطر يرتفع تراب. بعد شو الشيء الذي يرتفع عند نزول العائلة؟ شيء يرتفع، شيء يرتفع عند نزول الأمطار، شنو هو؟ ولا الماء؟ ما هو الشيء الذي يرتفع؟ شوف العائلة قد يكون يقدرون يساعدوك. شيء يرتفع عند نزول المطر. لا مو الهواء. زين مساعدة إذا أكو مساعدة. شوف هاي الوراق هاي المرجوحة. نعم. شلون صار ترتيبها؟ مثل من؟ عفنا من المراجيح، بس هذه الفوق المسقف. نعم. شلون صار؟ شنو شنو؟ دائرة. إيه من خالف قريبة للدائرة. بعد شنو؟ شيء يرتفع عند نزول المطر. مثل هذا. شيء يرتفع؟ إيه. عند نزول المطر. بلي. شلون؟ مو الأشجار، لا لا، شوف هذه ترتيب قريب للشفقة. يلا لازم أبيلك. شلون؟ شمسية. شمسية هم إجابة صح. هسه وين عبرنا الثاني؟ بقى أخير سؤال، بس تجاوبون تأخذون الجوائز. تمام؟ تمام. سؤال أخير يقول، ما الشيء الذي إذا ملكته تستطيع أن توزعه، وإذا وزعته لم تعد تستطيع إرجاعه؟ الشيء الأملكه. أي شلون؟ لا مو الهواء. النفس. لا ولا النفس. أملكها. افتهم بس السؤال، ما الشيء الذي إذا ملكته تستطيع أن توزعه، وإذا وزعته لم تعد تستطيع أن تسترجع مثلا؟ إيش ترتيب يعني؟ من كان عندك تقدر توزعه، بس توزعه ما تقدر ترجعه. مساعدة. ساعتك هواي. شيء أملكه من نطي ما استطيع. اي سولف يا العائلة، بلكي يعرفون منا منا جواب قريب. عائلة، شيء املكه ومن اطي بعد ما استطيع استرجعه. انت حشيرة الزم. يلا التصرف مقدم. يلا. شيء املكه ومن اطي بعد ما استطيع استرجعه. المادة. الفلوس. لا شلون الفلوس؟ الفلوس. لا مو الفلوس. تنفس. لا 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 بعد بعد. يعني هو مثل مادة يعني؟ مو مادة. شيء معنوي. أماتي لا. الحياة. لا بعد قريب قريب. ركز، هو مبين ترى الحل، بس يراد له شوية تركيز. شيء أملكه من أطي مستطيع. ها شيء تملكه وبس توزعه. نعم. بعد ما تقدر ترجعه. أنت تقدر بالبداية توزعه، لكن إذا وزعته بعد ما تقدر ترجعه. شون؟ زكاة. لا 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 لا، شيء معنوي مو مادي. الزكاة مادة، أنطي فلوس أو أنطي فد شيء هدية. والله يلا حرامات، أنت وصلت للأخير، بس تحل هذا السؤال أقول لك هاي الجوائز وباي باي. يا أبو داقول قلت هسه شنو؟ معنوي مو مادي. يعني باللسان. بعد ما بيحكي، بعد ما احكي اماتي لا قريب للكلام. بعد الكلام. اللسان. لا شلون اللسان؟ ينقال باللسان. الكلام تو ينقال باللسان. اهم كلام، بس شنو يا نوع من الكلام؟ شيء عمل كلام. وصلت للاخير. يلا حتى لا اروح.
هو كلام، بس شنو نوع من الكلام؟ يعني شنو كلام شنو؟ شيء إذا أنا عندي مثلا من أنا بعي شيء أنا إذا ملكته أقدر أوزعه، لكن بس مجرد ما أوزعه بعد ما أقدر أرجعه. هو إيش كلام بس؟ كلام بس شنو كلام؟ شنو المقصود من الكلام؟ الحكاية يعني؟ الحكاية يعني واحد مثلا من يطيها الشخص يعني شنو؟ ما يرجع بالحكاية ما يعني مثل شنو؟ شو يسموه هذا؟ الوعد. الوعد قريب للوعد. يلا يا به ولا صبر. قريب للوعد؟ لا أمانة. قريب للأمانة. يلا هو همي ظل مثل الأمانة يصير يعني وصلني. يعني بس أعلمهم ياخذون الجائزة. أريد أنتم هسه أريد يلا حركوا نفسكم. يعني مو قريب للأمانة؟ اي الوفاء. بعد العهد. بعد نوع منه. اي العهد نوع قريب. الوعد نوع رعد وساعد. بعد قريب 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 يعني وصلنا هنا. هو أمانة. اي هو أمانة نوع من الأمانة. بس شنو؟ ثقة. شلون ثقة؟ بعد تنطينا للإنسان الثقة يا بشون. لا مو صدق ينحل اللي حرفين بس. حرفين؟ اي حرفين بس. الحق. عهد. حق. لا الحق. العهد. لا عهد ثلاث حروف. ها يعني يوم حلقة ضاعت يمكم بس. حياك الله. اي على راس لهذا الاخير. يعني هو انت قريب منها. انت هنا من حرفين بس تنطين المقابل بعد ما تقدر ترجع وانت مستعز بي. يلا شنو هذا؟ لا 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 رجعنا للثقة. اليوم ما عندهم غير ثقة. بابا موجودة الثقة. ان شاء الله موجودة بس بعد ما زين. يعني هي مشكلة لان انا خطية هناك هم وصلوا للنهاية. اذا اساعدك يعني لازم يعني شلون وصلنا. انت قلت قريب على الامانة وهي جزء من الامانة. اي جزء من الامانة. حكي بيني وبينك. حكي بيني وبينك شنو؟ الحكي بيني وبينك. اي شنو يعني؟ سر. شلون؟ سر. يا بي. طبعا هسه حبتنا المستمعين بعد ما نعطيهم جائزة هم ينطوني. ليش؟ لأن أنا حليت الأسئلة وشلعوا قلبي صار مساعي يريد يعرفون ماكو وبالأخير عرفوا شنو؟ السر. السر. يا بي يستاهلون. ما دام هيك احنا نقلهم بخدمتكم بس ألزم لي هذه اللوجو. وهاي هم ملزمها احتفظ بيها. هاي أول جائزة مقدمة من مركز أبو حسن لتجارة الحاسبات وأيضا ضمنها جائزة مقدمة من قرطاسية إيلاف لتجارة المستلزمات المدرسية وهذه عطور من عطور الإخلاص وأيضا هذه جائزة مكونة من شيء جاهز جميل أيضا ألبسة جاهزة من محلات الغدير لتجارة الألبسة المستوردة وهذه بطاقة من مدينة ألعاب البصرة لاند ركوب مجاني وعندنا أيضا بطاقة مقدمة من مدينة ألعاب الأندلس. شكرا لكم رمضان كريم. علينا وعليكم وعلى الشعب العراقي أجمعين. الله يبارك فيك. أشكركم تحياتنا. أحبتنا المستمعين أكيد إحنا الآن الأخ فاز هو وعائلته بس وين بعد وراء من حتى لا تقولون إحنا ما نستاهل. ساهلنا وياهم ساعدناهم يستاهلون جوائزنا وإحنا نقولهم في خدمتكم دائما. تقبلوا تحياتي في ختام حلقتنا لهذا اليوم وأيضا أذكر أنه جوائز حلقتنا لهذا اليوم مقدمة من مركز أبو حسن لتجارة الحاسبات والأجهزة المكتبية عشار ساحة أم البروم مقابل مركز شرطة العشار ومحلات الغدير تجارة الألبسة المستوردة العشار سوق البنات مقابل التجهيزات العسكرية وقرطاسية إيلاف المستلزمات المدرسية العشار مقابل الأسواق المركزية ومدينة ألعاب البصرة لاند مدينة ألعاب الأندلس وعطور الإخلاص لتجارة العطور العشار شارع الكويت بداية شارع المطاعم. تقبلوا طبعا تحياتي وأمنياتي لكم وأيضا أبارك لكم في الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع أعمالكم. أبقوا إن شاء الله ويانا بحلقات جاية من برنامج كل شو كلاشي في أمان الله. كل شو كلاشي في أمان الله. كل شو كلاشي في أمان الله. كل شو كلاشي في أمان الله.